راح نطير لمدينة روتردام جنوب هولندا، ثاني أكبر المدن بعد العاصمة أمستردام، حيث أقيم مهرجان الأفلام العربية في دورته 17، وتضمنت هذه الدورة مجموعة من الأفلام المتنوعة من مختلف الأقطار العربية. عكست فيها هذه الأفلام تجارب متنوعة عالجت قضايا الإنسان والمجتمعات بشكل عام، كما شهدت أيام المهرجان تخصيصا للفيلم السوري والفيلم المصري والفيلم الفلسطيني. كاميرا صباح النور حضرت فعاليات المهرجان في روتردام وعادت بهذا التقرير. المهرجان بدأ في 2001 لما كانت مدينة روتردام هي عاصمة أوروبا للثقافة، في فترة ما كان في مهرجانات عربية كتير في أوروبا، وتواجد الثقافات في مدينة روتردام هو أحد الأسباب أنه نحن اخترنا مدينة روتردام تكون المكان اللي نعرض فيه الأفلام العربية. في هذه الدورة عندنا ثلاث أيام فيها تخصص، في عندنا يوم عن الفيلم الفلسطيني بعد 100 سنة عن وعد بالفور، وفي عندنا يوم عن الأفلام من سوريا، وعندنا يوم للأفلام المصر، ونحن نركز على الإنسان. وجهة نظري المهرجان الفيلم العربي The Arab Film Festival كتير مهم يعني لمجتمع هولندا وللمجتمع الأوروبي يعني بشكل عام. ليش؟ لأنه في أكثر شيء يعني في السنوات الأخيرة يعني الأوروبيين أخذين يعني انطباع يعني مو كتير إيجابي، خلينا نقول سلبي، عن الشرق الأوسط. أنا عشت يعني بالشرق الأوسط وشفت يعني احتكيت مع عرب كتير، مع الشرق الأوسطيين كتير، وبشوف إنه في كتير أشياء حلوة يعني بالشرق الأوسط. صدق الله العظيم. وليني إمارة، فقد فتح الله عليك الدنيا. اولا انا سعيد جدا لان دي اول تجربه ليا، اول تجربه فيلميه يعني، وده اول عرض كمان للفيلم. طبعا وجود مهرجانات زي كده وحضوري لمهرجانات زي كده الموضوع مفيد جدا، لان الموضوع بيبقى بيخرج لاطار عالمي. نادى خطيبة. طب وجايب معاك خطيبتك ليه؟ انت لسه مش مستوعب برضه ان الرحله دي كلها علشان خاطر ندى؟ بقولكم عشان هيك انا هون. And I think that everything wrong in the world you can see in Palestine. Whether انا اشتغلت مع 8 مدارس في روتردام، وكل مدرسه عملت امبورتريت على لاجئ. كل مدرسه اعطتنا تلميذين ما وراء الكاميرا، وزوج تلاميذ عملوا الانترفيو، وتلميذ عمل الصوت، وفي في 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 نهار في يومين عملنا البورتريت. هذه 8 مدارس عملوا 10 بورتريت على اللاجئين. البورتريت فن 5 دقائق، تعرضوا البارحة، وكان الفائز والفائزة كانت مدرسة كاري كوليج، عملت بورتريت نسرين. نسرين هي لاجئة من إيران. احنا الأصليين يا سمير، الرب في السماء بيراقب عبيده، واحنا ايه غير بشر بنقلد الفكرة. شكرا هبة على الرحلة الحلوة، مع انه بطاقة السفر كانت على حسابنا، كنا فكرينا اكرم من هيك، بس كانت محرزة.
عرفتكم على شيء جديد بس. بالفعل هلا هو بكل أحوال روتردام يقال عنها أنها بوابة أوروبا. نعم. اللي كثرت سبل المواصلات فيها خصوصا البحرية. نعم. يعني بنكون رحنا على روتردام ومننا على كل أوروبا ومننا رح تاخذنا على خبر ثاني.